حبايبي كيف حالكم اليوم؟ انا مبسوط كتير 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 عشان احنا في زمان وجايين نطلع مع كل الاطفال. انا لقيت طفل بتصور معاه. اضحك يا حبيبي. انا اي واحد عن جد. هي يا سلام، وهي الاطفال كلهم يا سلام، احنا مبسوطين. عمو مهند داي 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 داي، واحنا اليوم مبسوطين عشان نشتري اواعي العيد، صح ولا لا؟ نشتري اواعي العيد، وهذه الامور تسوي العيد. يا سلام يا سلام. شو اشتريت يا عمو مهند؟ فستان عليه من هنا هيك. عمو اشترى فستان زي هذا. بس احلى واحد في المكان هيو، بضحك ومبسوط دائما دائما بضحك. شايفين بضل صاير اسبوعين. هذا اشطر واحد، كل ما اتصور معاه بضحك لحالي. يا سلام، انا كثير مبسوط وجبت محلات. يا سلام. لقيت اصحابي هنا. مرحبا براس مهند وعمو مروش. يا سلام يا سلام. داي داي داي. والله محلات تشوف الاواعي الحلوه وتشتري اواعي العيد. تشتري اواعي العيد؟ بدنا نشتري اواعي العيد. عمو فراس، عمو فراس، هاي فساتين فساتين. يا سلام. بدنا نشتري اواعي العيد. وكل عام وانتم بخير. ولد شطور بحبه كثير انا. عارفينه من هو؟ عارفينه من هو؟ ولد شطور. وكمان مين بصورنا؟ عمو مراد. كل عام وانت بخير. معانا مين كمان؟ مروه مراد. داي. اليوم احنا في كسوة العيد، راح نفرح ونجيب كل اواعي العيد. اشتريتش اواعي عيد؟ انا لسه انا مروش هنشتري اواعي العيد. اشتريت اواعي العيد مروش؟ انا شريت لون ازرق اثنين وتحت برضه ازرق. اشترى بنطلون ازرق وانا اشتريت بنطلون اخضر. لا بلوزه زرقاء. بلوزه بلو ومنخور. ايش لونه شريته؟ احمر. احمر زيه؟ احمر. احمر 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 وازرق. احمر يا علوش. لونه. كل عام وانت بخير. انا في المكان لقيت يامن ويزيد. يامن ويزيد وهي محمد. يامن ويزيد محمد منورين. وكل عام وانت بخير. اشترينا واهل عيد. يلا باي. كل عام وانتم بخير. وهي اللي لقيت عروسة حلوة كانت في الروضة وصارت بس صف خامس، صح؟ كبرت صار فيها مطولها. فوق هي. انا تعبت حبيبتي. كل عام وانتم بخير. وعيني في شارع القمر المختار معي مروش. كل عام وانتم بخير. لازم تعمل هذا. هيك واحنا هي موجودين في شارع عمر المختار ورايحين عشان كسوة العيد. كل عام وانتم بخير واجل العيد يا علوش. واو انا مبسوط كثير كثير. ماشي بالشارع. مكان السيارة. مش سيارات. هاي حلويات العلوش. قريني هاي شوكولاتة مروش. هاي شوكولاتة. وينها؟ والله هي شوكولاتات. كل العيد مليان شوكولاتات. ومروش مبسوط كثير. وهي في بنوته حلوه. هاي ورايحين على كل محلات الملابس. كل عام وانتم بخير. مبسوطين وحلوين وفي الرمال ماشيين وفي شارع عمر المختار فرحانين. ومروش مرحبا. وكل عام وانتم بخير يا حلوين. وداي. انا في المكان لقيت احلى واحد هان. مين معانا؟ مؤمن. يعني مؤمن بقولكم كل عام وانتم بخير. قولوا كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير. يا سلام يا سلام يا سلام. ومؤمن اشترى اواعي العيد كمان. واحلى حياه لما تمشي في شارع عمر المختار. لما نمشي في شارع. وحلوين من يومنا والله. نور يا كبير. قولوا مرحبا. لابس حبيبي يا حاج. كل عام وانت بخير يا باشا. وحياتنا حلوه ولوز. والنهارده الفرحه كبيره واحنا ماشيين في شارع عمر المختار وفرحانين. راح نفرح كتير كتير كتير. ويا مافيا. واو. وعيني بالسوق مبسوط. لقيت هيا وهيا بتقول كل عام وانت بخير. والنعنع. مين بحب النعنع؟ بيقول بحب النعنع. وكل عام احلى شباب كمان حلوين ومنورين. قولوا لهم مرحبا.
مرحبا. احنا ونقولكم كل عام بخير بمناسبه عيد الفطر السعيد، فكل الحب لكم من عم علوش. وراح نمشي ونلف لفه حلوه، وصلنا لمدخل حبيبي عمري 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 الجامع الكبير، وصلنا الجامع الكبير. عمو مهند مبسوط؟ جايين عمو مهند بمناسبة العيد الفطر، جايين على شارع عمر مختار وفرحانين، وانا لحالي ولا مين معاي؟ لا معاك. واحنا معاك كلنا اليوم. طبعا احنا فين؟ في الساحة. اليوم عندنا عيد وعلو جاي يقول لكم كل عام وانتم بخير. اه والله العظيم. وعمو مروش كمان بدي احكي لك كلمة. ايش تقول؟ بدي احكي لكم كلمة. كل كل عام وانتم بخير. وانا بدي احكي كلمة، بقول لكم مناسبة شهر العيد نقول لكم كل عام وانتم بخير. يلا يا مهند. وانا عمو هنود بقول لكم كل عام وانتم بخير. الو. طبعا كثير مبسوط، كثير فرحان، الحمد لله. يوم جميل في شارع عمر مختار. بنقول لكم مبارك عام وانتم في الف خير. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، واعملوا له لايك حلو واشتركوا في القناه، واللي مش مشترك هنزعل منه لو ما اشترك. اعملوا شبشب ايش؟ شبشب راي. ومع السلامه. باي. اعملوا شبشب راي. سلام. شباب.